السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فكم طيبين معكم حسبكم كان جديد يوم معكم. كيف انكم تقدروا تشغلوا العاب جيم جميع عن مشاكل العاب ما تشتغل جيم نفط. يعني هو لما تروح الملف الاو بي بي مثلا، خاصة بتل بي، هتلاقيه ملف الاو بي بي مختلف عن هذا. لكم كيف تشغلون؟ أول شيء تروحون إلى هذا، اضغطوا على هذا ده الأخضر، وبعد إنشاء ملف، وتكتبوا تكتبوا جي جيم لوفت كذا، وبعد يدخلكم وتكتبوا الجيمز وكذا، وبعدين جيبوا اي ملف يعني حقت ال بي بي حقت ال حقت اي لعبة من جيم لوفت، وبعدين نسخها وروح عند الجيم لوفت وجيمز وحطوه هناك. باي.